يعني وهم اصلا وين؟ بالبارك، بالبارك يعني المتنزه. فعندنا السؤال بعد ما قرأنا الفقرة، شو بحكي لنا؟ تينا is جينيز، يعني تينا شو بتقرب او شو بتكون لجيني؟ جيني اللي حكت القصة، تينا شو بتقرب لها؟ حطينا لكم خيارات. كزن، شو معنى كزن؟ يعني بنت عمها او بنت خالتها. فريند يعني صديقتها صاحبتها. الخيار الثالث سيستر اللي هي اختها. احنا شو قرأنا؟ انه هي هير سيستر، مظبوط، يعني هي اختها. فوين راح نحط التك؟ عند سيستر. هلا احكي لكم وين الجمله اللي هي تمام. ندور my little sister Tina is not wearing a dress. هي عرفت اختي الصغيره اسمها تينا، فالجواب هو سيستر. حطوا تك عند سيستر. نكمل. عندي سؤال 10 اللي هو activity 10، بحكي لنا read again. خلص احنا قرأنا القصة. say true or false. شو معنى true؟ يعني صح. false يعني غلط، x. هلأ بدنا نقرأ الجمل ونقرر هل هي صح ولا غلط. لازم اذا صح لازم يكون نفس الحكي مكتوب بالفقرة، اذا غلط معناته اشي بعكسه، يعني مش موجود بالفقرة، عكسه غلط. تمام، هذول هم الخيارين. اول جمله، اول سنتنس، جيني اند تينا ار ات ذا بارك. شو معنى هاي الجمله؟ انه جيني البنت الكبيره اند تينا اختها الصغيره هم وين؟ في البارك المتنزه. هذا الحكي صح، قرأناه بالفقره I am with my family at the park، يعني جواب ترو. فيكم تكتبوا تي بدل ترو عادي، صح. المهم تفهموا ان الجملة ترو يعني صح. نمبر 2، جيني and Tina are having a picnic. بحكي لنا ان جيني وتينا هم يعني برحلة، عاملين رحلة. هذا الحكي غلط لانه احنا حكولنا انهم بالمتنزه، بس ما جابوا سيرة شو بيعملوا، انه رحلة ولا لا، هم قاعدين بالبارك. بعدين وصفت الملابس تبعتهم، فمعناته الجواب فولس يعني غلط. نمبر 3، they are wearing warm clothes because it's cold. مظبوط، هم لابسين اواعي شتوية، اواعي دافئة، لان الجو بارد. هذا قرأناه اصلا بالفقرة we are wearing warm clothes because it's cold. الجواب true. Number 4. Tina's hat is not old. بحكي لنا ان تينا طاقيتها مش قديمة. طيب مش قديمة هي نفسها new، صح؟ يعني جديدة. الاشي يا قديم يا جديد. هو بقول لك it is not old يعني مش قديم، معناتها هي ايش؟ الطاقية جديدة. وصح، هي حكيت لنا عن اختها ان طاقيتها جديدة، معناتها الجواب true. She is wearing a new pink hat. لابسة طاقية زهرية جديدة. آخر واحدة، Jenny does not like her coat. شو معنى coat؟ يعني معطف، تعلمناه الدرس الماضي. Jenny ما بتحب المعطف تبعها. هذا الحكي غلط لأنه إحنا قرأنا إنه I am wearing my favorite pink coat. يعني هي هذا الكوت المعطف تبعها هو المفضل عندها، فأكيد هي بتحبه. She like it. فرح نكتب false. هذا الدرس اليوم، بدي تتعلموا تقرأوا تتهجوا الأحرف صح، وبشوفكم المرة الجاية. Goodbye.